جايز، كيفكم؟ اشتقت لكم كتير. الصبح ما حكيتكم ليش؟ لانه كان عندي كم شغل بدي اخلصهم، وكنت كتير معجوقه. مو معجوقه بالاشياء، معجوقه انه انا تفكيري يعني ابدا هيك ملخبطه مواشه في شيء. بس لبسنا وطالعين رايحين لعند حدا. بديكم تحسروا مين هالحدا. اول شيء شوفوا الميك اب. تفضل. انا اسف، تفضل. انا اتصور الميك اب مو جديد، بس عملت شيء جديد ما بعرف شو، بس هو في شيء جديد بس انا ما بعرف شو. فلبست، هلا بدي اورجيكم الاوتفيت، رح اورجيكم لين يوم تصور، لانه هو الاوتفيت نفسه. فهذا هو الاوتفيت مثل ما شايفين. لبسنا هاي مع هاي. لين طلعي بلوستك شوي. يس ثانك يو. هيك يعني هاي مشان اكون انا، يعني عرفتوا كيف. فهاي انا لابسه بوت ابيض، بس لين ما حامله شنطاي، انا حامله شنطاي هاي البيضه. واورجيكم شغله بتضحك، ثواني. اوكي، فالشغله اللي بتضحك انه هاي شنطتي، ماشي، هاي انا اشتريتها بفلوسي والله ما سرقتها. فاللي صاير انه نسيوا يشيلوا لي هاي بالمحل، فانا اي محل بفوت وبيقعدوا يطنطنوا وبيقعدوا يفتشوني. بس انا ما بقدر اروح عند اي مكان واقول لهم شيلوا لي اياها، راح يفكروني سرقتها، بس حياة الله انا دفعت حقها. فاي اي حدا بيعرف كيف فيني اشيلها عشان ما تضل تطنطن فيني مثل حراميه، يقول لي بليز، لانه يعني مش منطق. فايس، وبرجع بسألكم هذا السؤال، عند مين تتوقعوا رايحين؟ لأنه أول مرة نروح لعند هذا الحدا أو هدول الأحدات، مو أحد، شو أحدات، سبتات، أحدات، عند هدول الأشخاص، عند هدول رفقاتنا يعني، خلص فهموا. يلا نطلع، مفروض نكون هنيك 7:30، هلأ 7:30، فلتس جو. جايز، كنا عم نجيب ورد، بس شوفوا مين لقيت. شفتن أنا وجاي لعند مصر على السيارة، بالسيارة مرقين هون، فسمعتن لا 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 بس ما قدرت اوقف لهم. هاي كيفكم؟ شو اسمك انت؟ لا شهد. انتي؟ هاي شهد. هاي كيفك؟ عبد الله. عبود. سو بدك نتصور؟ يلا. ممكن تنزل تصور معك صورة؟ تعال اجي لك برزنتيشن. لا لا انزل لعنده. والله العظيم تعرف انزلي لانا. صح. هذيك لين. صح. مصطفى. صح. مين كمان بتعرفه؟ كنت بخطر. صح. جايز، وصلنا تحت البيت عندهم. جايين يستلمونا، ما بعرف ليش حاسه حالي بضاعه ولا بوكس جي ام. بس المفروض هذا غيث، لا ما بعرف وين غيث الصراحه، بس هو قال لي رح ينزل. وفي حد مسوي حفله فوق عندهم، مو عندهم نفس الطابق يعني، بس انه عندهم يعني، عندهم بالبنايه. فنحن قاعدين مستنيين. شوفوا هذا ورد يعني ميكس ملون بخوف. هاي لين مع الورد. لين ظهره رايحين احملوا عنا، لك ظهره رح ينكسر، رح ينكسر ظهره. روح عادي، رياضة جمية. أنا كتير تقيل، حرام عليكي، عم بقلك جمية. روح روح روح، حمله، يلا حمله. شوفوا هذا غيز، طبعا بدي أبلش أصور قبل ما يجي. شوفوا اسمع بالطقطق، ليشك جاي مثل هاي يعني؟ مضيعنا ولا شو؟ لابس كعب؟ لابس كعب بشكل. اسمع اسمع، فيكم هو؟ لا هو، أنا من شورته البرتقالي. ايش ارباب؟ متأخرين ساعة. مين قال متأخرين؟ جاي اي ساعة قلت لنا نجي؟ من الشوارع. جاي طلقتنا من الشوارع. ما عارفين انتو كيف توصلوا على البيت، يعني وصلت تحت البيت وما عارف. يعني لازم اسجلك المكالماتك يعني انا ولا لازم شو؟ لازم تعرفي، انا بعثت لك وين لوكيشن؟ وين عند محل الحيوانات. اي قفص طيب؟ مقلب، ارجع على السيارة ولا ايش؟ جايز دخلنا. كل مره بشوف، بتعرف انه انا كل مره بشوف غيث وسارة عم يصوروا بهذا المصعد، بس بفكره عم يصوروا بجيم او شيء بادل او شيء. وصلنا، ندق الباب ولا نرن الجرس ولا شو؟ اقسم بالله حاسه في شيء. حياة الله، عم بسال غيث قبل ما يصور، في شيء؟ في شيء؟ ما بعرف، حاسه في شيء. في شيء؟ هاي. لا لا يا حبيبي، لا 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 لا. لا بس ما حبيت شكله، مرت احتل. صبا مرت احتل. اسمه اهلا وسهلا، كيف تعبك؟ والله اشتقت لك. اوكي جايز، مثل ما شايفين وصلنا لعند غيث وسارة. يا اهلا والله. وسارة استضافتنا يعني بكل رقي واناقه ولباقه وكياته وفياته وهياته. وكمان هذا شو اسمه، سامبا؟ سامبا. مشان الله بعدوني عنه، مشان الله. ليه؟ بليز رجاء. انت بتخوفي اكثر منه. انا بخوفه يعني، بس ممكن انا صراحه خوفته في الذات اول ما فتت، لانه شافني قعدت انا اعمل هيك، شفته رقصت يعني، رقصت سامبا معه حرفيا. فما بعرف مين صراحه، جد حلو، انا حبيته. رح نعمل اكتيفيتيز، فعاليات جميله، في لسه اشخاص جايين بدكم تشوفوهم.
فايس ترقبوا شو رح نعمل فعاليات، حس رح تكون القعدة حماس وبس. هاي لين. هاي. لين عندها قرون استشعار طبعا، عشان هيك اذا حست في برد بيوقفوا بيناموا لما يكون في شغل.